دلوقتي هتقدر تتكلم بيزنس مع موبينيل البيزنس بوكس. ممدوح الولي، الرئيس يستجيب لمطالب الصحفيين. أزمة توقف مصنع السكر بميناء السخنة تدخل شهرها الأول. الرئيس مرسي يكلف هشام أنديل برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة. قائد الجيش السوري الحر عمر سليمان لم يقتل في تفجير دمشق. إصابة مجند في تبادل إطلاق النار مع مهربين على الحدود بسيناء. الإفراج عن 26 سجيناً بأحكام عسكرية بالفيوم.